قالت قيادة عمليات بغداد أن قواتها الأمنية تمكنت خلال تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق المعامير الثالثة وعودة الشكر غرب وجنوب بغداد من العثور على 6 عبوات ناسفة و4 قنابر هاون مختلفة الأشكال والأحجام من مخلفات عصابة داعش. وأضافت القيادة أن قواتها اعتقلت متهمين 2 وفق المادة 4 إرهاب ضمن مناطق النصر والسلام وحي الحسين غربي بغداد، كما اعتقلت متهما آخر في منطقة حي العامل مطلوب بقضايا جنائية.